مساجد البركت عامرة بالدروس الدينية والثقافية التي تسعى إلى نشر تعاليم الدين السامح والثقافة. مسجد التقوى وخالد بن الوليد يشهدان حضورا من المواطنين للاستماع إلى هذه المحاضرات. برنامج محاضرات ثقافية دينية خلال شهر رمضان المبارك تنطلق هذه المسابقات من هذه المحاضرات من أول يوم، والآن نحن في حلقة مع الشيخ مسعود يتحدث عن سورة النور. جمعية أكاكوس للشباب هي من تشرف على تنظيم المحاضرات التي تهدف في مضمونها إلى نشر الوعي الديني وكذلك الثقافي. ونشكر مسجد خالد بن وليد على منح لنا هذه الفرصة نحن كإدارة جمعية أكاكوس لتنظيم هذه المحاضرات داخل هذا المسجد، وهذه المحاضرات تمثل المحاضرات الدينية والمحاضرات الثقافية لنشر الثقافة العامة في المجتمع، وإن شاء الله في برامج أخرى مستمرة في هذا الشهر الفضيل داخل هذا المسجد اللي هو خالد بن وليد الكائن بحي إسوال. هذه المحاضرات سوف تستمر طيلة شهر رمضان الكريم بهدف رفع منسوب الوعي لدى شريحة الشباب والأطفال حتى يتحقق الهدف المخصص.